ارتفعت محصلة قتل الضربة الجوية للعدوان السعودي على مصنع للألبان في محافظة الحديدة إلى نحو 25 قتيلا وعشرات الجرحى. وأفادت مصادر طبية أن غالبية القتلى هم من عمال المصنع الذين استهدفهم القصف أثناء خروجهم من المصنع وانتهاء الدوام. وذكرت المصادر أن مستشفى الأمل امتلأ بالمصابين وأطلق مناشدة للمواطنين للتبرع بالدم. من داخل مصنع يماني التابع لمجموعة شركات أخوان ثابت نتيجة القصف من قبل العدوان السعودي. ما حد يطلع وخر خلاص طلع من الدرج واحد بس. ايوه